احنا على النعم ما فيهش استيراد تاع اغنام للعيد، فيه منتوج وطني، ما يعني سجن يعني مع الاسف يعني ارتفاع الاسعار، ولكن فيه يعني ثروه وطنيه، فيه عمل يقوموا به الموالين تاعنا لي يعني واش عندنا يعني كعدد، اذا ما فيهاش يعني استيراد لا ما كاش. اليوم الحمد لله بعد يعني الانتاج اللي كانوا جد يعني مفرح على مستوى يعني الجنوب، اليوم انطلقنا في المناطق الشماليه، نهز ولايه بويره اللي راهي كنستناو اكثر من 1,000,000 قنطار، يعني هذا يعني كميه جد معتبره وتشجيع الفلاحين، هذا هو اللي نعمل عليه. ولا كان لاحظتوا اليوم انطلقنا حتى في البرنامج تاع التخزين، كاين 350 مركز جواري للتخزين، كاينين 30 صومعة يعني لي سيلو للتخزين، لازم ننجز هذا خاطر ما الامن الغذائي يبدا الساعة بالامن في البذور وفي الاسمده.